الأطباع ديالها. إذا ننتقل إلى تكريم الصحفية والصديقة العزيزة مريم الزكراوي. أخت مريم أعطت شيء كثير في مجال الصحافة، معروفة في القنيطرة بأنها تتبع كبيرة وسائل وتنقل معاناة الناس، وهذا هو الصحفي المتميز، أن ينقل معاناة الناس، وهذا هو الصحفي المتميز، بمعنى من خلاله كنعرفوا بزاف ديال الحوايج اللي كيخصنا. إذا هذا الصحافة اللي كتمشي بهذه المنهجية أنها كتوصل واحد الرسالة، هذه هي الصحافة الحقة الصحيحة الصافة البحتة. إذا سي عمر قدم مهديك تكريما للسيدة مريم الزكراوي ابنة مدينة القنيطرة. برافو مريم، شوف صغريتها، شوف صغريتها، صلاوس راكي ديما معانا من ورا، عارف اللي كاين. الله يكبر بيك اختي سعاد، مرحبا بيك، الله يحفظك اختي سعاد، مرحبا بيك. رفاق الله يكبر بيكم، شرف بيكم، لي الشرف ايضا. اولا مرحبا بالحضور، مرحبا بيا معكم، وشكرا بزاف لكم، وشكرا لكل نساء العالم، وشكرا لكل نساء المغربيات. عيد عالم المرأة سعيد. شكرا للرجال ايضا، شكرا لزملائي. وايضا كنبغي نشكر الحاج حمزة جمعية رفاق الخير على هذا التكريم الرائع. شكرا عطيتي الزميل والفنان، وايضا ليلى مهدي. شكرا لزملائي الاعلاميين، كنشكركم بزاف. اولا اعطيني الفرصه ونحيي نساء العالم والنساء المغربيات والفنانات زميلاتي والصحفيات زميلاتي. انا ما اتفقتش معك فاطمه ملي كتقول لي يوم 8 مارس تاخذ بالعرصه، فانا حيدنا ذاك النهار وحيدنا اسبوع الفراس حتى هو، غيبقى لنا حنا ايامات كلها راح. تحيه لك فاطمه، تحيه لجميع نساء العالم، وشكرا لجمعيه رفاق الخير على هذه المبادره هذه في تكريم المراه القنيطريه. وكما قالت فاطمه، فملي كيكون التكريم والتكريم والاعتراف والترميز مدينه القنيطره فاكيد كتكون عنده طاقه. شكرا للجميع. شكرا للاستاذ عمر.